الو، كيفكم؟ بخير؟ اليوم عنا لعبة غير ممتعة نوعا ما، تغير شكل بس، ولكن رح نكون في الشمال. مهمتنا نحمي جزيرتنا واملاكتنا وقريتنا وعائلتنا وكل شيء. نحمي عجبتكم السلسلة رح نكملها، تنسونا باللايك بالشير والدنيا برت. اذا عندك دنيا برت اكتب لي تحت دنيا برت. يلا بسم الله. اوكي يا طيب، مثل ما انتم شايفين حبايبنا، هي هي اللعبه امامي. طبعا هون راح نبلشها بشكل سريع باختصار شباب. اللعبه مهمتنا انه نحمي جزيرتنا، تمام؟ مثل ما انتم شايفين هون عندنا جيش. اوكي انا بلشت شوي العب فيها شوي بس بدك تطلع لي، بتصبر شوي ويتمنيت. اوكي باختصار عم يقول لك معناته لازم تضغط على الـ على الـ على الـ الجميل تاعك هذا مكان العلم. مثل ما انتم شايفين بدل الكاميرا هيك بهذا الشكل. اوكي عنا هون بنعمل هون بالزوم نطلع. اوكي تمام، هون راح نوجه فيها لعداء. اوكي لا، هدفنا انه نحمي هالبيتين، راح يجينا عدو من كل مكان. هدفنا مثل ما قلت لكم لازم نحمي الديور. اوكي بلش العدو يجينا يا جماعه، خلينا نجهز الجيوش. طبعا هون في عنا نوعين من الجيش مثل ما انتم شايفين. اوكي هلا عم نستنى راح يجوا. اوكي بلش الهجوم. يلا ايوه طبعا الهجوم عم يجي شوي شوي. طب هذا المستوى الاول، نشوف المستوى الثاني شلون. ايوه ايزي برو، تكتيك اهم شيء، تكتيك شباب ضروري تكتيك. اوكي الجيش الثاني عم يجي من هون، تعال يا برو تعال قربوا له، قرب قرب، انا سوف احمي القريه، اهم شيء لازم نحمي هالبيتين، فهمت علي شلون؟ اوكي يلا يا معلم يلا. ايوه تعال يلا يا شباب، فاينل الويف هي الدفعات يعني معلم الهجمات. اوكي يلا نجهز الجيش، خلي يجي لهذه المنطقه، هي يحمي المنطقه. لازم نحمي البيوت يا شباب، العدو عم يهجم علينا، لازم نحمي البيوت. يلا ووو. اي 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 يول يول هجم يول. واو فيكتوري، وهيك بكون اخذنا الجواهر والاشياء والمعادن. معادن شو يا طيبين؟ هون فوق عم يعطينا هون الوحدات، الله عم نعطيهم هذول هيك نوزعها عليهم. اوكي هيك بتوزع عليهم. هل فتحنا؟ اها هلا هون فتحنا الهجرانو. اها يعني نحن يعني مهمتنا. اوكي بلش يفتح عندي الشاطئ وكل شيء. ايوم اوكي هون عم يقول لك اول كومنت فايت نيكست تيرن. اوكي ومهمتنا اليوم شباب عندنا ثلاث بيوت لازم نحميهم يا جماعه. اوكي خلينا نجي لهون نحط الوضع هون، نختار. اوكي يا سلام، هون راح يجينا العدو. طبعا هون راح نجهز المكان، هون نجهز الجيوش تبعنا، نخليهم مكان معين مشان يحموا الوضع معلم. اوكي راح يجينا هون الجاي. لا 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 ده جاي من هون. اي من هون يا ولد. اوكي نخليه هيك مكان حلو هيك. ايوه 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 جاي من هون. ديو. يلا تعالوا لي بس نفتح عينا لورا. اوكي الوضع 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 وضع ايزي فريزي. اوكي حلو يلا يلا هات لنشوف. تعال يا ول انزلوا يا ول، انت وياه انزلوا رايحين هذول. لا 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 انت وانت خليكم انت. لا 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 خلي. واو انا ولا ايوه يعني عليك. حلو حلو نجيب هذا، رجع لهون خلي يجيبوا دعم. ايوه ايوه يلا تعال تعال قول لي كفو يا نايم. حلو حلو كفو اسطوره. يلا تعالوا لي تعالوا لي تعال يا ول تعال هجم هجم عليهم كفو. فاينل ويف انكومينج، الدفعه الاخيره جايه على في على الطريق. عم يقول لك صاحبنا اي هي اجت وصلت. اوكي معناتها انه جايين. ايوه تعالوا لي لكم تعالوا لي، مرحب فيكم نحن معلم. ايوه برو عاش. اوكي فيكتوري حصلنا على الجوائز، طبعا مع الوقت حصلنا على الاشياء، هذول راح ينفعونا كثير لما راح نوزعهم عليهم معلم، لانه كل واحد اللي معه اشياء راح يطلع لنا شيء اسمه ابجريد تطوير تبعهم، يعني راح يصير عندنا سهومي ما سهومي ما الحركات بركات. خلينا ندخل نشوف الوضع شلون. اوكي عاملين هالمنطقه، فتحنا منطقتين جزيرتين هلا. حلو طبعا هون اول ما نجي لهون عم يقول لك هون لما نجي لهون ابجريد نقدر نختار الاسهم. مثال انا راح احاول اشتري هي ست جوهره، ست جوهره شو جوهره ست بوينت اللي هي الجهدوله تمام. وعندنا هذول كمان بدنا نخلي نوع للاسهم ونوع للسيوف. هيك صار عندنا سيوفه واسهم، يعني نخلي واحد دفعه من يعني فريق من الامام وفريق من وراء.
كيف انتقلنا الجزيرة اللي بعدها يا جماعة؟ راح ننتظر الجيوش اللي راح تجونا. اوكي راح نجهز الوضع. طبعا عندي هدول راح نقرب لهون، راح نخلي واحد نشوف الوضع شو راح يصير، ليت راح يشتغل ولا لا. اوكي برو. اوه يا سلام، والله شغالين ناي. كيفو قول لي هلا صار يجنم الطرفين يا جماعه. طبعا هذول كتبت لهم جيش تبعهم، وهذول راح نخليهم يروحوا لهم واحد يمين واحد على اليسار. حلو حلو كفو. ايوه هذول عم يشتغلوا على اليسار. ايوه ترى بلش يختلف الوضع. الله ايوه يعني عليك. اوكي هذول جيبوا لهم على اليسار اللي يساعدون. نايس اوكي يا صاحب. كملوا عم بيكثروا يا جماعه، المستوى كملوا عم بيكثر واكثر واكثر. ما بعرف اذا ملاحظين هذا الشيء، كملوا العدد عم يكثر. حلو الاسهم كفو ليه كفو. ايوه 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 يعني عليك. ايوه ما بنخلينا نوصله معلم. نايس باقي الويف الاخير، الدفعه الاخيره، الموجه الاخيره. اوه كثيرين هذول والله يا جماعه. اوكي دول نحطهم لهون ونبعثهم لهون ونبعث هذول تحت ضدي جوي. فهمتوا علي شلون؟ الو تعال هون، نجي لهون نغير منطقه الكاميرا. ايوه لا ايوه ايوه ولك عاش. كفو فرجوا. نايس ايوه جي جي. اعطيه اعطيه. وين راح هذا؟ لا لا عم يخرب بيتك يفرب. لا 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 جيبوه الحمام يهرب. تمت الحمايه بنجاح. كفو راح بيعطينا الكويت من كل مكان. الكويت عم يكثر اكثر والاشياء عم بكثر اكثر. لاحظتوا هذا الشيء؟ بومبا كفو. اوه بومبا شوي بومبا. حلو هذول راح نوزع مثل شوي. تمام نوزع اوكي ونعمل كوتشينه نشوف شو راح نعدلهم. وعم يفتحوا لنا هون الخرايط. يا سلام تمام التمام. حلو طبعا هون هي صار عندنا شيء اسمه بومب. اوكي صار في عندنا شيء اسمه بومب. الان راح نعمل هي حط هي ايتم. نقدر نحط الايتم. حلو حطينا الايتم معلم. تمام هلا هذول راح نزيدهم. هذول راح نحاول. لا والله ما معنا فلوس. كم عندنا؟ اربعه هون ما معنا كثير. عندنا سبعه خمسه ما راح نقدر نستخدمهم كثير هذول. عندنا بومبات. حلو تمام خلينا نروح على طبعا هون خلصنا هون خلينا نروح على الايت داي هي. ليتس جو. اوكي يا طيبين والان امورنا جاهزه. ديبلوي جهز الجيش تبعنا. طب هلا يا شباب كل ما كنا مستوى راح يصعب شوي شوي. ها يعني هي البدايه بس. ايوه هذا اللي عم يعطون. كفو يعني عالي. ايوه قل لي قل اعطيه يلا اعطيه يلا سامي الاخير. نايس. هذول بلش يجي يحطوا عندهم. اوه بلش يحطوا الدروع يا جماعه. شايفين كيف؟ قل لي اعطينا خلينا نرجع لورا. لا خلينا نرجع لهذول. دائما نرجع هذول على الطرف. ايوه شميت دول اسهم استفاد منهم. كفو ايوه اعطيه. بلش يختلف الوضع هون. ها قول لي بلش يجونا من تحت. لاحظتوا كيف شباب السرعه بلش تصير اسرع يعني بلش تصير فيها صعوبه. اعطيه. ايوه ايوه يلا نايس. لا 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 اوكي يلا ننهي على الموجه الاخيره. يا سلام اعطيه. كفو كفو ايوه بام 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 بام. يلا يا عيني عليك فيكتوري جي جي برو. يا سلام بلش يعطونا ذهبات اكثر. رح نوزعنا هذول معلم. اها طبعا بتعلم يغلي انه فتح عندك الابريج. صار عندك ابريج جاهز. حلو هلا كم ادريش. اوه والله مطولين يا جماعه. اوه هي شو هي عليها علامه هي والكوماند. اها هي ظهر شباب بدها شغله صعبه. خلينا نعمل هي على الخفيف. اوكي نجي لهون نطور الاشياء تاعتنا. اها 8 ريدي فور اكشن. تمام هي عم يخليك ريدي فور اكشن. البومب هي شو هي؟ اي خلينا نحط له هي نجرب شو بيصير. نشتريها لايك. قولي قولي تمام. وهذا شو وضعه هذا؟ هذا كمان نشتريها. معلش يا جماعه وضعه باللوز. اوكي هي صاهر عنا شيء جاهزه. خلينا نهجم على هي. يلا ايوه هون كل ما عم يختلف الجزيره عم تتغير. انتم شايفين اكثر واكثر. قول لي هذا بلش ينزل بس ولكن مع الوقت رح يتطلب استراتيجيه للامر يا جماعه. يلا تعلي تعلي. هذول لازم انتبه منهم. لازم كنت اخلي هذول. قول لي بوم بوم نايس. وين راحوا هذول؟ الله يخرب. اوه بلشوا من الطرفين يا جماعه. تفرجوا اجي لهون انت ربعت على الطرفين. ولازم كنت اخلي لازم اخلي الاسهم يخليهم من البعيد فوق يعني يضربوا من فوق يحموا حالهم. هذوليك عم ينتظروا على اليسار. بلش الهجوم بس على اليمين واليسار. ايوه اعطيه. حلو هذول بعتهم لفوق عشان يساعدوهم من الطرف الثاني. يا سلام ايوه
يعني عليك، هذا هو الشغل المضبوط. برجي هذا لو جاي ولا انت لو جاي وين فكر حالك جاي؟ اقعد لك. هذول كمان اعطيهم هيك وهذول نجيبهم لهون. اوه وين رايحين ولا؟ خرج نايس. ركزوا لي على اخر دفعه، هذه تعتبر اخر دفعه. قول لي اعطيه 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 اعطيه. بوم 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 ايزي. ايوه يلا يا حبيبي يلا طير. ويا احلى فيكتوري ايزي برو. الصراحه يا جماعه حابب اجرب هي عليها هلا عليها العلامه هي عجبها لي ترى هي. اوكي لوكال عم يقول لك لوكال كوماندر فيها اوكسبر يعني تستكشف. هاي بيعطيك يعني يمكن اذا بنجيبها هي ويت منت معقول شيء ببالي انا اذا بنعدي هذا الزيرو هي بيعطينا وحدات جديده ولا كيف؟ اوكي برو هي خلينا نحطهم هون هذول نوزع هذول الجيوش هون وزع جيش هون كمان ليش الاسهم نخليهم من بعيد والله زيك يا جماعه فرج نايس ايوه بلشت نفهم يا جماعه الوضع هون اوكي حلو نايس يا سلام اوكي اوكي بلش هذول يجوا هذول حنحطهم بهذا المكان نجهز الجيش هيك بعضهم هيك جنب بعضهم سلام ايوه ناخذ منظر حلو يلا يا شباب الاسهم يلا اقصف ايوه احمي الشعب والوطن يا معلم ايوه اضرب اضرب هجوم نايس قفل وين هذا ماوس سيفين وات كان ماوس سيفين ودرع ولا شلون صار هي اوكي اللي بعده اوه هذول بلش يجوا بالاسهم يا جماعه انا بجيب بالاسهم لا 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 وين واحد من جوش مات بلشت تصعب الوضع يا جماعه لازم التكتيك الوضع صار بده تكتيك يا اخوان اوكي هذول خليهم جنب هون الوضع صار اوه في ناس عم تجي من ورا اوكي نخلص على هذول هذول بعثوا لهون اوكي هذول رح نبعثهم لهون هذول بعثوا لهذا الفريق هذا يجي لهون هذا الاسهم رح يخلصوا عليهم يلا 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 بسرعه 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 كفو يلا نجيبوا هذول لهون او لا انتم تعالوا لهون من فوق اسهم والله اذا بيقدروا يبعثوا يضربوا من فوق يا سلام حلو نايس اوه بلش يجي من فوق هذول تمام انتم يلا 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 لاحظتوا كيف الوضع صار بده بسرعه؟ ايوه يلا نايس كفو ننتظر الجوله الاخيره الجوله الاخيره ايوه هذول جايين من على اليمين هون هون في هذول السكيل نجرب السكيل شو راح يصير مثلا اصبر صراحه انا ما فهمت الا هي اوكي نجرب نشوف هاي القنبله اوكي شو بيصير هون؟ نعطيها هيك مثلا هذا بالقنبله شو راح يصير نجرب والله ما اعرف راح شو راح نفعلها هي اي ايوه نحطها هيك مثلا قول بعد القنبله على الشباب والله القنبله عند الشباب اصحابي ايوم وات ايم دوينج والله كان بخي اخر واحده بالعالم كنا رحنا فيها يا جماعه حلو والله عملت خطا يا شباب صار عندنا جيش جديد حلو اوكي هذا الجيش معلم رح نعطيه كله هذا معلم بدنا نقوي هذا الجيش الصغير حاول ننتبه عليه ما بدنا يموت على الرواق فيري بلوس ايوه يا جماعه طبعا انا هون حبيت كنت احمي هالمنطقه ما قدرت احميها لانه عملت ما عمل شيء بالتنظيم لهيك لازم انه بكل مرحله نهجم عليها لازم نمشي عليها بشكل مزبوط اوكي يلا نجي لهون نجرب هي يلا هون نحارب هون ايوه ليتس جو هي كبيره هي وفيها اماكن كبيره واماكن طبعا هون ما نقدر نروح لهون فيها شجرات ما شجرات لازم نركز منيح اوكي وين جاي العدو؟ العدو جاي من هون اوكي الاسهم خلي نحط الاسهم هون حط هدول هون حط هدول هون اوكي برو ايوه كفو ايزي برو طبعا هالاشجار مشكله كبيره والله يا جماعه الاشجار يعني ما راح نقدر نوقف طول الاشجار لكن بيعطينا مكان حلو اوكي بس نشوف الورق من بعيد ما في شيء اوكي طبعا هون عندنا هي نجرب عليها نعمل هيك هالحركه هيك شو بيصير مثلا اوكي نجرب على هدول هيك لا 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 ما هدول كان حلو شباب ما نقدر مستحكمين حلو اوكي بلش يجونا من الطرفين هون راح نبعث هدول اربع خلينا نبعث هدول لهون اوكي برو ايوه عنا الاسهم شغالين ايوه عيني عليك ايوه هدول راح اجرب شغله ما ادري راح تزبط معي بس ولكن عملت خطا انا الظاهر حلو يلا نبعث لهون حبيت نعمل جمبازات بس ولكن ما تزبط معنا ما في مشكله نساعد الشباب هون على اليمين يا عيني عليك على الخفه الخفه يا جماعه الخفه ثم الخفه اوه هدول عم بيجيب فيهم عندهم اسهم لازم ننتبه رجع لورا ايوه رجع لورا خلي هذوليك اصحابنا يضربوا يعني عليك ايوه يلا اعطيه اعطيه الضربه الاخيره
ايوه يلا اعطيه 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 ايوه 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 لا اوه والله هون بعدين بلعب بيجي من على اليسار يلا يلا اضرب 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 ايوه يعني عليك كفو هون كمان شباب نهجم وهي احلى فيكتوري باللوز ثلاث جواهر معلم حلو اوه نايس اعطانا اشياء حلوه والله دول راح نعطيهم كل هدول بدنا هدول نقويهم على الاخير نحن نقوي هذا لهذا الفريق ضروري اوكي خلصنا هاي عندنا هون اشياء ثانيه لازم نخلص هدول الشيء اللي فهمته اوكي طبعا بالنسبه لجيوشنا شباب عندنا هدول هدول بنقدر نختار راح نختار الرماح نخلي جيش من الرماح هدول راح نخليهم اوكي هدول صاروا رماح نايس اوكي هدول صار عندنا سيوفه ورماح واسهم شيء باللوز شيء فيري باللوز اوكي الان راح نقول بسم الله نعمل هلا هجوم على هذه القريه طبعا هون عندنا صار جيش رابع هنخليه على جنب دول الزرقين راح نخليهم للطوارئ فقط ما بدنا نستعملهم كثير لانه ممكن يكونوا ضعاف طلع شلون هنخليهم ممكن يكونوا ضعاف هيك راح نعمل هون او والله جيت بشكل عشوائي انا جيت لهون اوكي نجي لهدول لهون جيبوا الجيش تبعنا لهون ايوه هذول اسهم اي نزلوا تحت هون على السريع اي 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 ايوه كفو نخلصهم من هدول يعني عليه اي 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 مشكله يلا 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 اضرب اضرب يبول اضرب يبول الله يخرب بيتك يا جدع كنا شايف راح نبدل هذا الجيش مع هذا بلش يموت ما بدنا نخسره اذا نخسره مشكله ايوه نستقبل هذول تعالوا لي يلا نايس اوبا هذول الجايين اسهم حنخليهم نستناهم نهجم عليهم مباشره اصبر شوي حنجي لهون نسحب هذول لفوق ايوه بس بديهم يجوا على الشاطئ ايوه ايوه قرب على الشاطئ يلا يلا نهجم عليهم ايوه هذا هو الضرب معلم اي نايس في عندنا جيش ثاني عم بيجي لهون خلي هذول نبعثه لهون ايوه نايس يعني علي المكان اعلى كما بجيب افضل هذا هو الشغل شباب اوكي هون قربت الموجه الاخيره هذول كثار هذول يعني كثار كثير كثير لازم نعمل جيشين من الاسهم والله يا جماعه من هذول الجيوش هذول ايوه يلا كفو كفو نايس احلى فيكتوري اوكي طيبين هيك وصلنا الفيكتوري الاخير الفيكتوري الجديد هذا تمام حصلنا كثير كثير من الجواهر والاشياء لهيك الجيش الجديد هو تبعنا والاصفراني هذا لكن راح نعطيه كل الجواهر له معلم لانه يستاهل ايوه نعم يستاهل حلو وهيك جبنا صار عندنا اربع جيوشي سو يا طيبين ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع الخفيف اللطيف لعبه موت ممتعه يعني تغيير من النوع يعني تغيير شوي شكل اذا تحبوا نكمل بالسلسله شباب لا تنسوا بزر اللايك وما لايك واكتبوا بالتعليقات شو رايكم ان شاء الله استمتعتوا اشوفكم على خير السلام عليكم وحلقة الجاي هنكمل ان شاء الله اذا عجبتكم ها بنكمل ما عجبتكم ما بنكمل اوكي يلا اشوفكم على خير تشاو